يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا شرب أو ولغ الكلب في الماء فهل يجوز الشرب منه أو الوضوء إذا لم يوجد إلا هو؟ لا لا، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإراقته، قال وليرقه، لكن إذا اضطر يخاف من الموت إذا لم يشربه يشربه، حتى الميتة يأكل منها إذا اضطر إليها، هذا من باب الضرورة. أما في باب الاختيار فإنه يراق، يراق المرق ويراق الماء ويراق سائر المائعات، تراق ولا تستعمل. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.